السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم زينين. اليوم راح نسوي شيخ محشي الشجر، هذا اللي دا تشوفوه أمامكم مع الرز. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. وصفتنا لهذا اليوم شيخ محشي الشجر، أحتاج 1/2 كيلو لحم مثروم، أحتاج بصلة واحدة مع فصين من الثوم أضيفها على اللحم قبل ما أقلي، أحتاج طبعا شجر كله غسلته وقشرته وحفرته ملحته، هسه راح أغسله وأخليه بالمصفي وبعدين راح أقليه شوية. عندي هنا من حفرت الشجر اللب مالته أبد ما أبد لب الشجر لأنه بيه فائدة، راح استخدمه بالاكل بالمرق مع محشي الشجر. احتاج 1/2 كيلو من عصير الطماطه، واذا احتاجت المرقه اقدر اضيف لها ملعقه الى 2 من معجون الطماطه. واحتاج هنا عندي القيمه اللحم احتاج لها بهار، 1/2 ملعقه طعام بهار، 1/2 ملعقه طعام فلفل اسود، وطبعا قليل من الملح اضيف لها. هسه راح ابدي اقلي هذا اللحم الى ان ما ينضج عندي اللحم، راح اغسل الشجر واقليه هو ايضا. مثل ما تشوفين بعد ما نضج عندي اللحم نشف الماي، يعني تخلى زين كل الماي نشف من عنده، راح اضيف له الفلفل الاسود، اضيف له البهار 7 بهارات، واخلطهم وارفعها من النار، اطفي النار وارفعه. بس عندي هنا شجر، شوفي خليته ذا اقلي شوية، يعني الشيخ المحشي اطيب يصير الشجر من اقلي شوية درجة خفيفة كلش. بعد ما انتهيت من اللحم شلته من النار، وهنا عندي الشجر، عندي الشجر مثل ما دا تشوفين، بس يعني مجرد شي خفيف قليته عنه. هسه عندي هنا لب الشجر ما اريد اذبه، راح استخدمه بالمرق، استخدمه بالصوص اللي راح اسويه، اخليه كله طبعا هو يذوب. هسه تشوفين كله راح يذوب، انا طبيعتي هذه ما اذب لا لب الشجر ولا الباذنجان، استخدمهم بالاكل اثنيناتهم. اضيف له شويه ملح وأظل أقلبهم على النار إلى أن ما يذبلون. كذا بعد ما ذاب عندي كل الشجر مثل ما تشوفين، لب الشجر اللي من حفرت كله يعني خليته على جهة، راح أضيف له طبعا هو شوية 1/4 ملعقة طعام من الفلفل الأسود، وربع ملعقة طعام من البهارات، وعندي هنا عصير الطماطة اللي سويته 500 غرام عصير طماطة، اخلطهم مع بعض. احتاج له شوية مي راح اضيف له، واذا احتاج له معجون ضيفي له. هسه اغطيها واتركها على نار هادئة الى ان ما احشي الشجر. عندي الشجر اخذ وحده وحده واحشيها باللحم بالقيمه الموجوده عندي، خلي تمتلئ لانه هذا لحم يعني مو رز، فراح احشيها كلها باللحم واجهزها الى ان تجهز عندي المرقه. هكذا هذا الشكل. هسه بعد ما انتهيت من حشو كل الشجر اللي عندي، راح احاول ان اضعها بالمرقة وهالشكل، بس يعني حاولي لا تحرقين اصابعك من بدك تضعيها بالمرقة الشكل. خليها كلها بالمرقة وغطيها واتركيها إلى أن ما تحضرين الرز اللي راح تقدمين وياها، وغطيها بالمرقة كلها بالشكل. خليها على نار هادئة، ما يحتاج نار قوية لأنه
غطا واحد يحتاجها للأكل، وغطيها واتركيها على نفس النار الهادئة إلى أن تحضرين الرز. أصدقائي، هو هذا شكلي النهائي والأخير شيخ محشي الشجر بعد ما نضج كله وطبخت مقابيل الرز. هي هاي وصفتي لهذا اليوم، وألف عافية، وأتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي بفيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.